تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته الكريمة جانبا من الاحتفال الوطني الكبير الذي نظمته وزارة التربية والتعليم بمناسبة الذكرى 16 للتصويت على ميثاق العمل الوطني والذي أقيم في جامعة البحرين. فلدى وصول جلالة الملك المفدى إلى جامعة البحرين كان في الاستقبال سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة، حيث قبل جلالته بالترحيب والهتاف من قبل أبنائه الطلبة المشاركين في الاحتفال من مختلف المدارس والجامعات الحكومية والخاصة، فضلا عن العديد من منتسبي الوزارة من مختلف القطاعات والإدارات ومنتسبي جامعة البحرين. كما تشرفت الطفلة مريم التميمي بالسلام على جلالته، وذلك تحقيقا لأمنيتها بأن تحظى بالسلام على جلالته. وبهذه المناسبة أعرب جلالته عن خالص الشكر والتقدير للمشاركين في هذه الفعالية وغيرها من الفعاليات التي نظمت بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، تعبيرا عن مدى حبهم وانتمائهم وولائهم لوطنهم، وهو أمر ليس بغريب على شعبنا الوفي. بصوت أعلى، عاش عاش أبو سلمان، عاش قائدنا حمد، عاش الملك عاش الملك، عاش الملك عاش الملك، عاش الملك عاش الملك. أصحاب السمو، حضورنا الكرام، نرحب فيكم اليوم في حفلنا بذكرى ميثاقنا الوطني. طويل العمر طويل العمر، احنا ما بيننا وبينك اسرار. اليوم كنت قاعدة مع سعادة وزير التربية الدكتور ماجد، كنا نرتب حق برنامج اليوم والحفل. اسمح لي دكتور بسرق منك جملة قلتها اعتز فيها وحبيتها وحبيت اشاركك فيها. جلالة الملك قال: جلالة الملك رغم انشغالاته إلا ما ينشغل عنا، وإحنا نفتخر بهذا الشيء. أعذرني دكتور سرقتها منك. طويل العمر، نبارك لك في البداية باسم الوزارة وباسم جميع أهل البحرين بالنتائج المشرفة اللي حصلوها طلابنا في اختبارات تيمز، والنتائج المبهرة اللي شكلت نسبتها 45% من نسبة التطور، وتحقيق أبنائنا حق المركز الأول على دول العالم في استراتيجية تيمز. أشكرك من كل قلبي.
أشكرك من كل قلبي كولية أمر وكمنتسبة حق وزارة التربية والتعليم، وكذلك المشروع الرائد والنادر على مستوى العالم وهو مشروع المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان، وإحنا راح نحتفل بإذن الله الأسبوع القادم في اليونسكو بتسليم جائزتك. حفظكم الله ورعاكم. طول العمر نبي كل الناس تعرف أن ديرتكم يا حمد غير. أبي أسمع صوت القاعة وبصوت واحد ترحب وتقول حمد رمز البلد، حمد رمز البلد، عاش عاش بوسلمان. نردد في يوم ميثاقنا، ميثاقك يا حمد غالي، ميثاقك يا حمد غالي. من يومين بدأت وزارة التربية والتعليم في مدارسها بالاحتفال بهذا اليوم، وما زال الاحتفال مستمر، وهذا اليوم أكبر دليل على احتفالنا. راح نبدأ طويل العمر وحضورنا الكرام الحفل اليوم بتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا الطالب ناصر عيسى من المعهد الديني الابتدائي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. طويل العمر. نبدأ الآن بالأوركسترا الطلابية اللي شارك فيها أكثر من 250 طالب، وتعتبر جزء مهم لرعاية المواهب اللي ترعاها الوزارة، وسوف يشاركون بمقطوعة موسيقية. اليوم احنا هني نجتمع كلنا عشان نحتفل بذكرى 16 عام لميثاق العمل الوطني، ونحتفل بملكنا اللي وضع هالميثاق وأسس مملكة حديثة نعيش فيها بحب وسلام وأمان. وبهذه المناسبة نهدي أبونا حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الله يحفظه ويرعاه ويخليه لنا ذخر وعز وسند. هذا الاحتفال تقديرا لجلالته ومحبة له، ونقدم مقطوعات موسيقية لفرقة الأوركسترا الطلابية، وبعدها أوبريت غنائي بعنوان ميثاق الخير. نتمنى يا ملكنا الغالي ينال الحفل رضاكم وإعجابكم. Thank you.
الغالي حمد رمز البلد، أنت رمز البلد. قصيدة شعرية بعنوان يوم الميثاق، كلمات الشاعر الأستاذ يوسف أحمد، إلقاء الطالب مناف أحمد الشيخ من المعهد الديني الجعفري، وقصيدة بعنوان خير ميثاق، كلمات الشاعر محمد الجلواح، إلقاء الطالبة رزان محمود محمد من مدرسة الحد الثانوية للبنات. اسمح لنا يا صاحب الجلالة أبا سلمان يا غيث البلاد وتاج العز والشرف التلادي، خططت لشعبكم ميثاق حب ويوما للتآخي والرشاد، وللوطن الحبيب رسمت دربا يجمعنا على حبل الاتحاد، حللت من القلوب بكل فخر محل الود من شغف الفؤاد، فأنت البيرق العالي وإنا بنو الميثاق من ذكر السداد، وللأجيال ملهمهم بود تقاصر عن مرامه كل شادي، رفضت العلم في البحرين طودا وتحمي النشأ من غير الفساد، وتلبس شعبكم بالعلم تاجا فيصدح للعلا في كل نادي، مجيئكم نسيم الحب فينا يهم بنا بأنغام الوداد، وإنا شعبكم وحصاد جهد وأغنية لكم في كل وادي، وأغنية لكم في كل وادي. أسلم عليك في هات سيد ناصر وشيخ. يا زيني يوم نجدد افراح ميثاق، وياه بدروب المعالي صعدنا ميثاق، وحدنا طوايف مع عراق خلف المليك اللي يدور سعدنا، حبك كبير يسكن قلوب وحداك يا فخرنا يا عزنا يا حمدنا، جيت بعهد زاهر ومشروع خلاق، يا ما حصدنا من عطاه وحصدنا، دايم بفعل الخير نلقاك سباك لك بالولا، دايم نجدد عهدنا، تواضعك على بقدرك للافاك، اعطاك هيبه مثلها ما وجدنا، اصبحت بالاخلاق قدوه للاخلاق يشهد لك العالم حنا لك شهدنا، اصبحت بالاخلاق قدوه للاخلاق يشهد لك العالم وحنا لك شهدنا، ندعي لرب الكون قسام الأرزاق إنه يصونك للوطن يا سندنا، وياك جينا نحتفي بخير ميثاق فيه انتصار لشعبنا والبلدنا، وياك جينا نحتفي بخير ميثاق فيه انتصار لشعبنا والبلدنا. طويل العمر طلابنا ألقوا قصائد في محبتك ضمن مسابقة عملتها الوزارة لأنشطة المواطنة، والآن نتشرف بإهدائك هذا الكتاب الذي كتب بأسلوب بسيط ولكن يحمل الكثير من المشاعر. سلمان أبريت يعبر عن الحب والولاء في احتفالنا اليوم بميثاق العمل الوطني. اللوحة الأولى طويل العمر راح تكون من كلمات الأستاذ إبراهيم الأنصاري وألحان الأستاذ جاسم الحربان وغناء الفنانة دنيا بطمة.
اللوحة الثانية راح تكون من كلمات الأستاذ حسن كمال وغناء الفنان محمد الكعبي وألحان الأستاذ جاسم الحربان. اللوحة الثالثة والأخيرة راح تكون من كلمات وألحان الأستاذ جاسم الحربان وغناء الفنانة دنيا بطمة. عاش عاش بو سلمان، عاش عاش بو سلمان، عاش الملك عاش الملك. والآن نترككم مع الأوبريت. يا لا لا يا فرحة الروح يا بهجة الليل.
لبيك يا بحرين.
وقد أشاد جلالته بما تضمنه الاحتفال من مضامين وطنية أصيلة تعكس حجم الجهود التي تبذلها مؤسستنا التربوية في تشكيل ثقافة الانتماء الوطني ونشر قيم التسامح والاعتدال وتأصيل مفاهيم المواطنة فكرا وتطبيقا. وقد عبر سعادة وزير التربية والتعليم عن عظيم شكره وتقديره إلى جلالة الملك المفدى على تفضل جلالته بتشريف هذا الاحتفال الذي جاء تعبيرا من منتسبي الوزارة وخاصة الأبناء الطلبة عن مشاعر الولاء للوطن والوفاء للقيادة وتأكيدا لامتنان الجميع بما حظي به قطاع التربية والتعليم ولا يزال من اهتمام ورعاية من جلالة الملك المفدى مما كان له الدور الأكبر في الارتقاء بالمسيرة التعليمية. وأضاف الوزير إن الإنجازات التي حققتها المسيرة التعليمية في العهد الزاهر للعاهل المفدى تشهد لها التقارير والإحصائيات الدولية كتقرير التعليم للجميع الصادر عن المنظمة اليونسكو ونتائج الاختبارات الدولية للرياضيات والعلوم تيمز مؤكدا أن دور الوزارة ماضية في جهودها للارتقاء بالخدمات التربوية والتعليمية المقدمة للطلبة بجميع مراحلهم الدراسية بفضل الدعم الذي تحظى به من قيادة بلدنا العزيز.